مين بيحبني، مين بيودني ويطبطب على كتفي يضمني، مين بيعلم ويربي اصول وبيفهمني من غير ما اقول، لو اغلط بتسامح على طول، دي امي بديل عن انا مسؤول، وفي بيت التاني معايا على طول، في حضانة مدرسة سوا جوه فصول، دي معلمتي وانا بيها فخور، دي معلمتي وانا بيها فخور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا بكم في حلقة جديدة من حكاوي اماني، المعلومة والفكرة والغنوة والضيف الجميل اللي بيقدم لينا والاطفالنا كل ما هو مفيد. النهاردة عنوان حلقتي كوني قدوة. اتمنى في متابعينا النهاردة المعلمات تحديدا تركز معانا، حلقة النهاردة مهمة ليكم. عنوان حلقتي النهاردة كوني قدوة، لان ضيفت النهاردة حصلت على لقب المعلمة القدوة. رحبوا معايا بالأستاذة خيرات أحمد الحاصلة على لقب المعلمة القدوة. أهلا بك أستاذة خيرات. يا عايزة أعرف إيه حكاية لقب المعلمة القدوة؟ المعلمة القدوة دي كانت مسابقة، أول مرة الأزهر الشريف يعمل مسابقة زيها، يعني مسابقة المعلمة القدوة. كان لها شروط معينة، اللي يكون القاعة جاهزة بمناهج بالأدوات المنهج الجديد والحديث، ويكون فيها ورقة بحث، وتكون فيها وسيلة مبتكرة. فالحمد لله قدمت فيها وتم اختياري. انت بتشتغلي في مدرسة حكومي بالظبط، وده يعني السبب اللي مخليني انا سعيدة بيكي جدا النهاردة، وفرحانة جدا ان انت معايا النهاردة، لان انت نموذج مشرف. انا فخورة ان انا اللي قاعدة معاكي النهاردة ولابسالك فورمال مخصوص. انا ما كنتش هلبس كده، بس لابسالك فورمال مخصوص احتراما بكيانك الجميل ده، معلمة رياض اطفال في مدرسة حكومي، قدوة ومثل يحتذى به لكل معلمات رياض الأطفال على الإطلاق. ولكن خيرات معلمة في مدرسة حكومية قدرت تكون معلمة قدوة. عايزة أعرف الحكاية بتاعة فصلك، قاعتك. أنا شفت بعيني قاعة عادية جدا مفيهاش أي حاجة، حولتيها لقاعة خيالية. أنت عملتي إيه؟ الحمد لله. إيه السحر اللي أنت عملتيه؟ مسكتي عصاية سحرية ولا عملتي إيه؟ شاوي كده. والله انا اول ما دخلت جالي التعيين كان 2018، يعني سنتين. كانت فصل عادي جدا، تقليدي جدا، اللي هي المدارس الحكوميه، فصل مش مناسب كرياض اطفال. كان اول سنه برضو يفتحوا فيها روضات في الازهر، فكان فصل عادي جدا. قعدت يعني اسبوع كده اللي هو ايه، لا انا هعمل ايه هنا؟ لا عارفه نفسيتي متضايقه، اللي انا حاسه ان انا مش هعمل اي حاجه، وده مش هقدر ادي حاجه للاطفال يعني. فقلت طب ليه ما ابداش بنفسي؟ ليه احنا عايزين الحاجه جاهزه دايما؟ يعني احنا نروح لمكان مجهز ومعد واحنا بندخل ندي فيه وبس يعني. لا انا بدات بقى خطوه خطوه اللي انا اجهز الروضه بتاعتي، بس كان في مشاكل كتيره جدا يعني. اكيد لازم يكون مدرسه حكومي، يعني قابلتك تحديات. بالظبط. ايه هي التحديات او الصعوبات اللي قابلتك؟ هو طبعا قدرتي انت تتخطيها؟ الموارد الماديه طبعا والماليه ما كانتش موجوده خالص، تكاد تكون منعدمه. فاضطريت ان انا اشتغل بايدي، اعمل كل حاجه بايدي، ابيض الباب، الونه، اعمله. فدي كانت بس الصعوبات، اللي انا بحاول ان انا ايه اختصر في المواد والحاجات دي واشتغلها بايدي انا، يعني كل ده انا اللي عاملاه بايديا. فعشان كده يعني القاعة قدرت بتاعتك مجهزة بالكامل، رسومات الحيطة، رسومات الأبواب، الوسائل كلها التعليمية بالقماش، اللي كلها قماش الجوخ. انت عملتيها بإيديكي كلها من الألف للياء. الله، أنا بحييكي جدا، ربنا بجد يبارك. حقيقي بحييكي جدا. عايزة أعرف منك حكاية اليونيفورم الموحد بينك وبين أطفال الروضة بتاعتك. والله السنه دي قابلت حاجه كده كانت صعبه شويه. حضرتك عارفه الالتزام باليونيفورم عامل ازاي، ومفروض الاطفال كلها تبقى بزي موحد يعني. فلقيت يعني ثلاثه من اولياء الامور كده مش مقتنعين اصلا بالزي. يعني انت قبلك كمان تحديات مع اولياء الامور؟ طبعا. جميل. طبعا كده هي كتيره، بس دي اللي كانت السنه دي بسبب اليونيفورم، اللي هو مش مقتنعين اصلا. طب ما انا اجيبه كده وخلاص بقى، خليه يعدي يومه يعني وبتاع. قعدت في البيت قلت طب انا قدوه، الاطفال بتقلدني في كل حاجه، بيروحوا البيت يقولوا المس عملت كذا وكذا، وبيحكوا كل حاجه لاولياء امورهم يعني. طب ليه انا ما اكونش قدوه في الحته دي كمان، في الزي، اللي هم يشوفوني فيلبسوا زي فيلتزموا بيه يعني. الله. عايزه اقول لك المفاجاه بقى مش بالفكره، انا حسيت اللي هو ايه مش عارفه الموضوع هيبقى هينجح ولا لا يعني. المفاجاه في رد الفعل، رد فعل اولياء الامور اكتر من اولادهم يعني، كان رائع يعني. ايه ده، هو حضرتك لابسه ازاي؟ والله عيب عليا اللي بنتي ما تبقاش لابسه ازاي وملتزمه بيه. خير الكلام ما قل ودل. والحمد لله انت لبست اليونيفورم وكانك بتقولي لها
بصي حضرتك انا ملتزمه ازاي، بصي بالظبط. حضرتك انا اموره وشيكه وهي جميله قالتها ازاي، فعلا جميل يعني ما حدش اتناقش معاكي، طبقوا على خالص طول. والله. اول ما شفت لي عيب بنتي ما تلتزمش بالزي وحضرتك ملتزمه بيه، الولاد حضرتك لابسه زينا ومبسوطين والحمد لله. فعلا خلال اسبوع كل القاعه ما فيش زي مخالف. عايزه اسالك حد سندك في الرحله بتاعتك دي؟ جدا جدا. لا كتير بقى يعني الاداره، شيخ المعهد فضيله الشيخ ياسر الحداد، انا بوجه لك التحيه وبوجه له ليا شهاده المعلمه القدوه دي لحضرتك مش ليا، اقسم بالله يعني بجد. ونعم الاداره ونعم القدوه ونعم المثل الذي يحتذى به بجد، جميل يعني جدا. من غير الاداره ما تسندك او تدافعك مش هتعرفي تعملي حاجه. ما هو برده الواحد مش لوحده بيمشي في الموضوع، يعني هو ساندني كتير جدا 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 بافكار وتشجيع ودفعه قويه جدا. هل كنت قدوة لغيرك داخل المدرسة، لغيرك من المعلمات الموجودة معاكي في نفس المدرسة؟ هو ما شاء الله يعني بدأ اقول لهم حسيت ان بيعمل انت اه طبعا أثرتي ما شاء مع الله عليهم، حد؟ هم يعني شغالين في وسائل وحاجات تعليميه. وطبعا كان عندنا معرض في كفر الدوار بقياده الدكتور صلاح دحريج، معرض عظيم بجد استفدت منه جدا، وكان على مستوى راقي جدا وعالي جدا يعني في جميع التخصصات. هنستأذن فريق الإعداد يجهز لنا فيديو مهم جدا للأستاذة خيرات، بس خليني أسألك إزاي وصلتي القاعة إن هي يبقى الوسائل التعليمية دي، أنت اخترتيها على أي أساس؟ هي دي كانت خاصة بالمسابقة المعلمة القدوة تنمية الوعي البيئي لطفل الروض، فكان ليها هدف معين ليها. يعني الوسائل طبعا كل ركن او كل حائط ليه ادواته، يعني حائط الرياضيات معد ومجهز بادوات الرياضيات اللي انا بشتغل بيها مع الاطفال، حائط اللغه العربيه طبعا. عملت في ورا خالص في القاعه خلفيه اللي هي بتبقى عناصر المنهج الجديد بكل ما تحتويه بقى القضايا بتاعتها والمحاور الاساسيه فيها. وعملت طبعا حائط متعدد التخصصات، حائط تربيه رياضيه، يعني كل جوانب المنهج الجديد. يعني جميل. هل في وسائل معينة قدمت فيها بمسابقات، مسابقات وكسبت في المسابقات دي؟ اهو حاليا نفس الكرة الأرضية. انا دلوقتي بسموها اللي بتاعت انت جايباها الكورة معاكي يعني. النهاردة دي، ايوه. انا من ساعة ما شفتها وانا عندي فضول اعرف لما تفتحيها هيبقى فيه وكل ايه شوية هي جوه. كده خلاص كده يعني. هي اه يعني اه هي مش كرة أرضية، هي في لا ايه؟ جواها حاجات كتيرة طب ممكن لسه. ناخد فكرة عنها عشان برضو المعلمات اللي بتتفرج خلاص علينا. هي دي كسبت في المعرض الفني الأول الموهوبين والمبتكرين بالأزهر الشريف، أخدت مركز. فممكن ان احنا نشرحها اه دي طبعا عانيت فيها كتير جدا 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 جدا. كرة أرضية معمولة بالحديد خدت منك وقت كتير. جدا ومجهود وحاجات بتبوظ وبنعيد وكده يعني. اتفضل. الحداد طبعا عمل لي دوت، رحت له رسمت له رسمة معينة اللي انا عايزاها تبقى كرة أرضية حداد بالحديد. اه موضوع كبير. وقفت مع الحداد والموضوع كان كبير جدا يعني. هنا مجموعة الأنشطة بشرحها للأطفال فيها. يعني الكرة الأرضية داخلها مجموعة من الأنشطة، طب هي ممكن ناخد فكرة عن الأنشطة اللي تمام. جواها؟ أول حاجة أنا كنت بقول بنمي الوعي البيئي للطفل من خلال النشاط دوت. اللي أنا بنمي عند الطفل الانتماء والمواطنة، لازم طبعا عشان أعلمه أي نشاط يكون عنده انتماء وطن. ده بازل للخريطة ودوت برضو بازل للإيه؟ لعلم مصر ويعرف إيه شكل علم مصر. جميل جدا. تاني حاجة طبعا عشان أنمي الوعي البيئي بيبدأ من خلال المنزل. يعني المنزل طبعا مرتبط مع المعلمه ومع الروضه اللي احنا ما ينفعش احنا نشتغل لوحدنا يعني، اكيد بيساندنا فيه. فهنا عملته على شكل منزل، اطفال طبعا بتركبه في الاخر كله منزل وبيتقفل وبيتفتح. رائعة جدا، تسلم ايديكي بجد. تسلم. وهنا في بقى انشطه اللي هي البنوته بتقوم وتغسل اسنانها، وطبعا بتستخدم الميه على حسب احتياجاتها. الأنشطة دي تفاعلية أستاذة خيرات، زي ما بالنادي دايما يفضل الأنشطة اللي هتقدميها مع الأطفال تكون تفاعلية، يعني الطفل يقوم يلزق ويحط ويعمل بإيديه. يعني هنا الشباك مس الدنيا بالليل، لا انا اصحى الصبح واغسل وشي وبعلمه طبعا ان احنا ما نهدرش في الميه، نكون على حسب استخدامنا. هنا ميه كتيره طب احنا نشيلها ونخليها على حسب استخدامه، رائع جدا. وهكذا بقى في جميع ال. نشوف فكرة وهنا شكل برضو تاني. هنا الملابس بتاعتها لو هتغيرها وهتلبس حاجه تانية. طب الملابس بتاعتنا لو مش نضيفه احنا هنرميها بقى على الارض ولا على الكرسي او جميل، كده؟ يعني انت من خلال النشاط البسيط ده تقدري تعلمي من خلاله حاجات كتير كذا جدا حاجه للاطفال، بالظبط. ما شاء هنا الله. نحطها في الباسكت بتاع الهدوم بتاعتنا عشان ماما بعد كده تيجي تغسلها جميل. وتنشر. ممكن نشوف نشاط تاني. تمام. هنا بقى بعرفه اللي هو التلوث البيئي بيحصل ايه في الماء والهواء والجو. كان لازم تفوزي بمركز ربنا اول في المسابقه يخليكي، دي فعلا استاذه خيرات، انا بحييكي جدا، ربنا نشاط يباركلك، رائع، اللهم ربنا بارك. يكرمك. فكره النشاط
هنا بقى بيعرف التلوث، هنا اكياس القمامه مرميه بره المكان المخصص لها والصندوق، هنا العوادم بتاعت الوسائل المواصلات جميعا، فبالتالي الجو عندنا مش نقي زي ممكن توجهي الكاميرا؟ تمام. الجو عندنا هنا مش نقي وملوث. طيب احنا بقى لو شلنا هنا العوادم دي، خلينا اكياس القمامه في المكان اللي هي مخصص ليه، هي كده واضحه تمام. تمام. هنا عوادم السيارات خلاص بقت صديقة للبيئة، مش بتطلع حاجة، مش رامينا أي حاجة في المية والبحر بتاعنا، وحافظنا عليه نقي تمام. واللي طبعا المصانع اللي هي بتنزل المخلفات بتاعتها في البحر، لا احنا نخلي المصنع يكون ليه صرف طبيعي بعيد عن الايه، عن المية بتاعتنا، فبالتالي الجو عندنا هيبقى نقي صحي، وان احنا نستنشق. رائع جدا. نتمنى امهاتنا اللي بتتفرج علينا النهارده زي ما اتفقنا كل حلقه معانا وسائل، حضرتك هتشوفي الوسائل اللي الضيف عملها النهارده وتحاولي تعملي زيها وتعلميها لابنك. ممكن وممكن برضه نستخدمها اللي احنا في حاجه اللي احنا نعلمه وسائل المواصلات كفكره تانية خالص بعيدا عن الوعي البيئي. صنف لي بقى كل حاجه، القطار فين، المركب فين، العربيات بتكون فين، الطائره بتكون فين. جميل. يعني لها كذا فكره يعني. هنا بنعرفه على البيئات، بما اننا احنا بننمي الوعي البيئي فبنعرف الطفل على البيئات. وطبعا هنا كل رسمه بتدل على حاجه ايه اللي على جواها، على الموضوع من جوه، على بالزبط. فكره النشاط. جميل. هنا البيئات برضو تفاعليه، تفرق بتفاعل معاها. هنا البيئه الزراعيه، لو احنا ما حافظناش عليها ولوثناها ودوسنا عليها مش هيكون عندنا اكل صحي ولا اي حاجه. طب لو عملنا العكس وحافظنا عليها، اللي هنا نستمتع بقى بالخضروات الصحيه بتاعتنا، والطفل يطلع بقى ايه من كل جراب الخضروات بتاعته. هنا البيئه الساحليه، لو احنا برضو عملنا العكس ومش حافظنا عليها على اي حاجه فيها، فبالتالي مش هيكون عندنا اسماك ولا ثروه سمكيه. طب لو حافظنا عليها الاسماك هتطلع علينا. انا عايزه اقول لك ان انا مستمتعه بالنشاط جدا، ما بالك الاطفال. تسلمي لي يا ياسمين. هنا برضو الشاطئ طبعا والرمله بتاعتنا عشان نلعب ونتمرجح في مكان كويس ونضيف، مش يحصل لنا امراض او اي حاجه، فلازم نحافظ عليه. هنا البيئه الصحراويه، طبعا كل بيئه والايه المعالم الاساسيه بتاعتها، هو كل بيئه بقى الطفل بيفك ويركب فيها عشان يظهر معالمها تمام. الابار بتاعتنا ان احنا نحافظ عليها ما نلوثهاش. طيب في الاخر برضو، هو راح فين؟ هنا في جراب على رأس إصبع، الطفل بقى بيصنف الله. كل بقى حاجة مكانها فين، في أنهي بيئة، تبع لأنهي بيئة. رائعة جدا ما شاء الله عليك. معانا أنشطة تانية، هنا بقى بنحكي له قصة من خلال اللي هي العرايس القفازية. هنا مسرح العرايس بس، ما اللي هي القصص بقى موجود تمام. يعني فكرة مسرح، فكرة مسرح اللي احنا بنحكي له ايه القصة عنها. اللي بتاعتها تمام. هنا بقى السلوكيات، الطفل عرف ازاي بيحصل التلوث البيئي، عرف البيئات وازاي يحافظ عليها. هنا عرف من خلال القصة ايه هو السلوك الصحيح وايه هو السلوك الخاطئ، فبالتالي في الاخر هيصنف لي بقى حاجة. هيصنف لي السلوكيات الصحيحة والسلوكيات الخاطئة. الله، يعني حضرتك مجمعة مجموعة صور عن سلوكيات جيدة وسلوكيات. هو الأول أصلا قريت كمان في الأبحاث والدراسات العلمية عشان أكون ماشية على أساس علمي ما شاء الله. بعد كده اللي أنا بشوف بقى ابني صغير، طب أقول له إيه رأيك لو عملنا كده، باخد رأي الأطفال فيها. نموذج كده عشان الأمهات في البيت. تمام. هنا مثلا شكل إيه؟ دي إيه؟ مصنع. ده مصنع. تمام. طلع دخان أعتقد، والعوادم نازلة في المية. ده تصرف صحيح ولا خاطئ؟ جميل. صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ. يبقى نحطه هنا. شطورة يا مس أمين. هنا الولد الجميل ده بيمسح الترابيزه، التصرف ايه؟ سلوك مقبول وجميل. هنا اكياس الكمامه بره الصندوق بتاعها ومش نظيفه، وعشان كده الباسكت زعلان. زعلان خالص. خاطئ. هنا البنوته الجميله دي بترمي الحاجات بتاعتها جوه الباسكت، يبقى ده سلوك مقبول إيه؟ وجميل. مقبول. الله. وهنا البنوته بتروي الزرع وبتسقيه وبتهتم بالزرع، سلوك مقبول. وهنا بقى الشاطئ هنا المرمي فيه حاجات كده، سلوك ايه بقى؟ ايه اطفالنا الصغيرين دلوقتي هم اللي هيشوفوا ويرد عليه، سلوك خاطئ ولا صحيح. انا بحييكي، رائع جدا. انا عندي فضول اشوف بقيه الانشطه بسرعه كده. احنا خلصنا الكره بتاعتنا، انت لو الوعي يعني ما شاء الله في كره ارضيه انت جمعتي 1 2 3 4 5 6 انشطه. واللي انا ملاحظاه كمان ان تنوع الانشطه هيساعد الطفل ان تتكون عنده ثروه لغويه كبيره. كل نشاط من الانشطه اللي مس خيرات عرضتها فيها كميه معلومات،
وفيها كميه توجيهات وفيها كميه كلمات ممكن تبقى جديده على اذان الاطفال، فكده انا ببقى ساعدته انه يسمع كلمات جديده عليه. طيب فريق الاعداد معانا فيديو نشوفه ونرجع لحضرتك تاني. من جد وجد ومن زرع حصد، من صار على الدرب على الدرب وصل، في عالمنا مهن جميلة جدا، ومهنة المعلم هي من أسمى المهن. أكبر تحية إلى المعلم. أنا سعيدة بحلقتك جدا وعايزة أسألك إيه الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية إن شاء الله حضر مكان مكتب تجهيز وسائل تعليمية والحضانات بإذن الله ان شاء الله. يعني انا بتمنى يعني ارقام التواصل بحضرتك موجوده دلوقتي او هي فريق الاعداد هينزلها لنا دلوقتي على الشاشه، واللي نفسه يعمل حاجه على مستوى، اللي نفسه يتعلم وسائل حلوه بجد لازم يتواصل بيك النهارده. عايزه بسرعه تقولي لي فكره الوسائل الثانيه اللي انت معاكي. كده اخر الوقت ده بتاعنا؟ خلاص قربنا نخلص. طب في ناس عايزه اشكرها والله اليوم تاثير قوي جدا. تشكري بس قولي لي فكره الوسائل اللي معاكي. هنا الشجره ديت طبعا كان في خلاف كبير جدا ايه ربط الحركات الفتح والكسر والضم والسكون بفصول السنه، فانا عملتها لهم الشجره كده وكل حرف بياخد حركه كتسهيل على الطفل بقى اللي هو بيلبس دوت في رقبته وبيقلد الحركه نفسها. يلا بينا في فصل الشتاء يعني الكسر. احنا دلوقتي الشجره مرتبطه بال مرتبطه بده. بس دي بقى الاطفال بتلبسها وتركب كل كارت من الحرف بحركته على كل فصل خاص بيها. يعني الوسيله دي كده سهلت مع اولادك جوه الحصه جدا. شرح بقوا بيقلدوا الحركات وربطوها بفصول السنه، فكانت مميزه صراحه، كانت لذيذه بالنسبه لهم. تمام. هل انت عملتي وسائل تانية ما جبتهاش معاكي النهارده؟ طبعا. يعني زي ايه؟ يعني قولي لي مثلا درس كان صعب على الاولاد وانت عملتي له حاجه بسطت الموضوع، لان احنا دايما بننادي بايه بقى؟ بمتعه التعليم الصح، وقلنا ان الوسيله دايما هي اللي او القصه هي اللي بتبسط الموضوع للاطفال. فانت احكي لي مثلا هل في درس فعلا كان صعب قوي وانت جربتي ان انت تعملي له قصه او تعملي له وسيله، ولما جربتي تعملي ده لقيت الموضوع مع الاطفال فرق؟ طبعا. هو كانت اول حاجه اللي هي الحركات دي، تاني حاجه شبكه الكتابه في الهواء كتير جدا بيتلخبط فيها، عملت لهم موجوده في المنهج. عملت لهم سبوره صغيره، دلوقتي بقى الاطفال يعرفوا هي ايه الخطوط وازاي بكتب الحرف بطريقه معينه. كل طفل معاه سبوره انا عاملاها له وبيكتب على كل سطر دلوقتي من غير ما انا اقول. انت عاملاها له كمان؟
يعني السبوره اللي الطفل بيستخدمها جوه الحصه انت كمان اللي عاملاها له؟ وبيمسح وبيكتب بيها كده، فجميله حبوها. ودلوقتي يعني لو حرف جديد اقول لهم طب هنكتبه على ايه؟ طب هو نازل تحت السطر، طب هو في ايه؟ لا احفظوها كويس جدا. وكذلك اللي هي في المولد النبوي الشريف عملت شجره عائله الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه عايزه اقول لك ما وسلم. شاء الله زوجاته بابنائه بعم والجد والاب والام ما شاء الله حفظوه. يعني انت معايا يا خيرات ان لا للتلقين، طبعا ما عادش ينفع مع اطفالنا كل معلومه تبقى لازم بالتلقين. ننوع في الوسائل والاساليب اللي نستخدمها مع الطفل، اصل طريقه واحده ممكن تجيب مع طفل وطفل لا، مفيش طفل يعني بيتلقي المعلمه زي الطفل التاني، وفي فروق فرديه فلازم اراعيها ان انا بنوع في الاستراتيجيات والانشطه اللي انا بستخدمها مع الطفل. طيب بتفكري مثلا الفتره الجايه تعملي ايه تاني مع موضوع تجهيز الحضانات، ولا انت تركيزك على الموضوع ده بس؟ مش فاهم يعني ازاي انت هتجهزي حضانات، يعني اي حد دلوقتي عايز يجهز حضانه يقدر يتواصل معاكي ان انت تساعديه في الموضوع بالظبط. ده. طيب هل مثلا فكرتي ان انت، بنشوف دلوقتي على النت حد بيعمل، يعني مثلا لو في ام مش قادره ان هي تعمل الوسيله بايديها بالظبط. ودايما بتدور على حد يعمل لها وسيله سهله داخل ومبسطه. برضو في نفس الموضوع، مش شرط الحضانات بس، جميل. كأنشطة تعليمية يعني ممكن لو اي للجميع ام يعني بتتفرج علينا النهارده قدرت تتواصل معاكي في عمل وسيله صعب عليها شويه لحد ما بالظبط. تتعلم تقدر برضو تتواصل ايوه معاكي طبعا وانت اكيد تعملي لها الوسيله بالظبط. اللي هي عايزاها. طيب عايزه تشكري مين؟ عايزه اشكر ناس اثرت فيا جدا وكان لهم يعني دفعه معنويه قويه جدا، فضيله الشيخ رئيس الاداره المركزيه الشيخ عبد الفتاح البسطراوي. عايزه اقول لك في المسابقه ديت قعد معايا واداني كميه دفعه قويه جدا وافكار رائعه بصراحه. انا محظوظه انا قعدت مع حضرته يعني. طبعا مدير العام لاداره رياض الاطفال دكتوره فاطمه الاحمر، عايزه اقول لك يعني النهوض برياض الاطفال ما شاء الله على ايديها يعني في تقدم دائم يعني. مديره اداره رياض الاطفال استاذه منال عاطف، مديره ادارتنا عايزه اقول لك يا اختنا في اي حاجه ما شاء الله يا شايفانا في حاجه قويه جدا، قالت لي انا شايفاكي كده فانا يعني بنحت في الصخر اللي انا اوصل للنظره اللي هي شايفاني فيها. دكتور صلاح دحريج مدير اداره رياض الاطفال، مدير عفوا مدير اداره كافه الدول الازهريه، اهتمام بالوسائل والانشطه التعليميه هو فعلا احنا بنتعلم منه بجد يعني. اشكر الاستاذه ايات اختي رياض اطفال اللي بشاركها في كل حاجه، اللون اللي كذا تناسق الالوان. مش عايزه اشكر جوزك؟ طبعا طبعا على الهوا بقى وكمان. على الهوا طبعا. يعني اكيد الابداع اللي احنا شايفينه النهارده هيكون برضو ورا زوجي، اكيد انا طبعا متاكده. فبرضو اسرتي وبيتي واهلي وولادي، بصي عايزه اقول لك دول يعني ما ينفعش جوزك اقول لهم كلمه تحديدا شكر يعني. ساندك ووقف معاكي؟ اكيد طبعا تمام. طبعا ساعدك ازاي؟ وولادي. يعني زوجك تحديدا ساعدك هو ازاي؟ لما حد يشوفك في مكانه معينه ما ينفعش تنزلي عنها، جميل. فده بيخليك ان انت لا انا هعمل اكتر. يعني هو كان سبورت ليكي، لان طبعا انا عماله اتك على الحته دي، لان في بتقابلني في وانا في الكورسات بتاعتي متدربات كتير تقول لي مكسر مقاديفي. فانا النهارده معايا نموذج مشرف، النموذج المشرف ده اكيد زوج حضرتك اداكي الدعم الكامل عشان تقدري تطلعي الابداع دوت. فانا عايزه من خلالك ان احنا نوجه رساله للازواج اللي المعلمه عندها افكار، عندها ابداع، بتقدم رساله راقيه جدا جدا جدا. لمين؟ لاحسن حاجه في الكره الارضيه الا وهي الاطفال. الرساله دي ربنا هيحاسبها عليها وهيديها وهيجازيها حسنات. فليه حضرتك ما تكونش معانا بتساعد او عون لزوجتك ان هي فعلا تقدم لاطفالنا حاجات مفيده وجميله؟ لان الطفل دوت مين اللي بيعلمه؟ هو اللي هيطلع لنا المعلم دوت. هو اللي هيخلي الطفل مين؟ هيخليه المهندس، طبعا هيخليه دكتور، هيطلع لي الدكتور، هتطلع لي خطيب الامه، هتطلع لي الشخصيه القويه المؤثره في المجتمع، هتطلع لي الاب الايجابي، هتطلع لي الام القدوه لبناتها. فانت بتأيديني في اللي طبعا انا بقوله؟ طبعا. بس في معلمات كتيره يعني مستنيه من حواليها اللي هو تقدير ان انا هعمل، طب انا هعمل ليه؟ هستفيد ايه؟ وجاي عليا بايه؟ انا اللي هغير نظام التعليم. كتير جدا من الكلام المحبط اللي بنسمعه، فعايزه اقول لكل معلمه لا انت خلي نيتك بس لربنا، ان انت ان شاء الله ربنا هيعوضك ويكون كل حاجه بتعمليها بتراعي فيها ربنا، اكيد ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك خالص يعني انا وهتلاقيه. بشكرك جدا ان انت كنت معايا النهارده. اهلا بشكر حضرتك. وزي ما قالها عمو فؤاد زمان في كلمتين ونص، هتقولها لكم ماما اماني في كلمه واحده وبس.
يا معلمتنا يا حلوة، التعليم مش مجرد مهنة، ربي وعلمي وحبي وكوني قدوة. وفي آخر كلامنا راح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور أحلى جنة. أشوفكم بخير في الحلقة الجاية. سلام عليكم.